قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: قال أهل التوحيد والإخلاص والتوكل يجدون لذة ما يجدها غيرهم. قال: والناس في ذلك على ثلاث درجات، منهم من علم ذلك استدلالا وسماعا، يعني بعض الناس يسمع ما جاءت به النصوص الشرعية ويستدل بالنصوص الشرعية على تلك اللذة التي تكون عند المتوكلين، مجرد سماع هذا علم، علم يقين. الدرجة الثانية من عاين ذلك وشاهده، هذا هو عين اليقين، يعني هو يشاهد. بعض الناس يقول: سبحان الله، كيف رزق هذا الشخص بهذا التوكل وبهذا الصبر وبهذا التوحيد. الدرجة الثالثة التي عليها الكلام أن يجد حقيقة التوحيد والتوكل على الله عز وجل، هذا هو حق اليقين، هو الآن يعايشه. قال رحمه الله: قال هنا إذا تحققت ثمرة التوحيد والتوكل على الله عز وجل وقطع قلبه عن المخلوقين، جرب من نفسه أن هؤلاء المخلوقين لو أراد منهم أن يجلبوا له نفعا أو أن يدفعوا ضرا لخذلوه من حيث ما رجاهم، بل قد يدفع الأموال والخدمة من أجل أن ينفعوه في وقت الحاجة فلم ينفعوه، إما لعجزهم وإما لانصرافهم عن ذلك. فيقول: فإذا علق قلبه بالله ورجى الله وسأل الله ودعا الله أزال الله ضره وفتح له أبواب الرحمة ووجد حلاوة الإيمان ذاقها ما لم يذقها غيره. قال: أما أصحاب المناصب والعلو، من يبحث عنها المناصب والعلو والتعلق بالصور وجمع الأموال، قال: فإنهم من الآلام والمتاعب ما لا يعبر عنه بكلام، لأنهم في هم دائم وفي حزن دائم، إذا لم يجدوا ما يريدونه فهم في حزن حتى يتحصلوا عليه، فإذا تحصلوا عليه خافوا أن يفوتهم وأن يذهب عنهم. قال: وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول رحمه الله: قال: فمن ذاق حلاوة التوحيد والتوكل على الله عز وجل، ذاقها ما هو شاهدها عند غيره أو سمعها من النصوص الشرعية أو ما يذكر من العلماء، لا، ذاقها، قال: فإنه يكون في حلاوة أعظم ممن أعظم من حلاوة المتوكل الذي دعا الله أن يحقق له منفعة في الدنيا أو أن يزيل عنه الضر في الدنيا. يقول: هذا داعي ومتوكل فرح لما دعا الله وتوكل على الله، فرح بماذا؟ أن المنفعة حصلت له، المنفعة الدنيوية، وأن الضر الدنيوي زال عنه. يقول: هذا الذي وجد حلاوة الإيمان، يقول أعظم منه. كيف؟ قال: لأن الحلاوة واللذة بحسب وجود المنفعة وزوال المضرة. قال: ولا أنفع للعبد من وجود حقيقة التوحيد والتوكل على الله، ولا أضر على دين العبد من الإشراك بالله عز وجل. قال: فإذا وجد حقيقة التوحيد والإخلاص وجد حقيقة إياك نعبد، وإذا وجد حقيقة التوكل على الله وجد حقيقة إياك نستعين. فيقول: فهو في لذة لا يجدها أحد سواه.